مساء الخير. إذا كان حضرتك ممن يحتفلون بعيد الحب، نقول لحضرتك كل سنة وانت طيب. وإذا ما كنتش بتحتفل بعيد الحب اللي مش حدش عارف أصله ولا جذوره بشكل واضح ولا مين هو أساسا القديس فالنتاين اللي الناس بتحتفل بيه من مئات السنين، نقول لحضرتك إن موضوع النهاردة مش عن عيد الحب ولا عن الفالنتاين، ولكن عن الدب اللي بيتقدم كهدية في كل أنحاء العالم تعبير عن الحب. إزاي الدب الحيوان المفترس تحول في غفلة من الزمن إلى أشهر هدية بتقدم أو بيتبادلها العشاق من تحديدا من الرجال إلى النساء، فضلا طبعا على إنه واحد من أهم الهدايا اللي بيقدمها كل الآباء لأولادهم. المفروض إن الدب ده حيوان مفترس، إزاي تحول إلى هدية لطيفة وجميلة للعشاق وللأطفال؟ الحقيقة دي ليها قصة تستحق إن احنا نحكيها، وبترجع جذورها لحوالي 115 سنة، والصدفة وحدها كانت وراها. في سنة 1902 وتحديدا في نوفمبر من العام ده، الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت اللي كان معروف الناس بيسموه تيدي، يعني تيدي روزفلت، كان في رحلة صيد في الغابات مع مجموعة من أصدقائه اللي تمكنوا من اصطياد دب أسود كبير، ويعني أسخنوه جراحا، يعني عملوا فيه جراح وبهدلوا الدب جدا وربطوه في شجرة، وطلبوا من الرئيس اللي كان في مكان تاني إن يجي ويجهز عليه برصاصة. لكن الرئيس قال: أنا صحيح بحب الصيد، لكن مش شايف إن شيء أتباهى بيه ولا أفخر بيه إن أنا أقتل دب مربوط في شجرة. صحيح إنه لاحقا قرر إنه يقتل الدب، بس لسبب آخر، مش إنه يتباهى بقتله، ولكن علشان يرحمه من العذاب اللي بيشعر به نتيجة الإصابات اللي لحقت به. اليوم التالي مباشرة كانت جريدة واشنطن بوست منشتها الرئيسي تيدي روزفلت أو تيدي يرفض قتل دب مربوط على شجرة. وبعدها، والقصة طبعا أثارت جدل، وبعدها على طول في رسام كاريكاتير في صحيفة أصغر شوية اسمها واشنطن ستار رسم الرئيس والدب، وبس كان لهدف تاني خالص، إنه يصور الرئيس على إنه رجل دايما متردد. لكن في نفس الوقت كان في شركة ألعاب بيملكها شخص اسمه موريس ميتشتوم ومع شريكة اسمها روز، فكروا في قصة تانية أو في ملمح تاني، ليه ما نحولش الدب اللي بقى كرتون ده عليه جدل إلى لعبة، ولعبة تحمل اسم الرئيس. بالفعل صمم لعبة، وبعدين عشان تسمي لعبة جديدة اللي هي دب في شكل يعني لعبة أطفال، فكرة كانت جريئة، توقع أن ممكن تنجح إلى حد ما، بس ما توقعتش تنجح بالشكل ده، وطلب أنه من الرئيس إذن لأن هذا ما يجب أن يتم، وبعت للبيت الأبيض والرئيس الأمريكي وافق، وفعلا سمى الدب تيدي بير. بير يعني دب، وتيدي ده اسم الرئيس الأمريكي، والناس كلهم عارفين أن اللعبة اللي احنا بنمسكها في إيدينا النهاردة بنقول عليها بالإنجليزي تيدي بير. الدب سرعان ما نجح بشكل ما حدش متوقعه، لا الرئيس اللي وافق أن يمنحه اسمه، ولا شركة الألعاب اللي وجدت نفسها بتصنع بتنتج كميات ضخمة جدا، وكونوا شركة بقى منتجها الرئيسي هو الدببة. والحقيقة اللعبة انتشرت جدا إلى درجة إن هي حلت محل العرايس اللي كانت دايما بيمسكوها البنات الصغيرين وهم أطفال، لدرجة إن عضو كونجرس قال بعدها بكام سنة: أنا خايف من انتشار الدببة دي إنها تقتل غرائز الأمومة عند بناتنا. اللعبة انتشرت جدا وتحولت إلى الهدية رقم واحد من الآباء إلى الأطفال، وتحولت بالتالي إلى الهدية رقم واحد بين العشاق في عيد الحب، لأنه التيدي بير تحول إلى رمز للطفولة ورمز للحب، ورمز لما حد بيديه لبنت معناها إنه بيحبها وحابب إنه يتجوزوا أو يرتبطوا ويكون بينهم أطفال. وبالشكل ده اتولدت الفكرة الغريبة دي إن الدب المفترس يتحول إلى رمز للحب. شكرا جزيلا وكل سنة وانتم طيبين.